حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا مرحبا بكم معنا من برنامج أجندة الشرقية اللي نطلع عليكم من خلاله دائما على كافة الأحداث والفعاليات والبرامج التي تقدم في المنطقة الشرقية. ومن خلال تجولنا في المنطقة الشرقية متواجدين في مدينة دبا الحصن، المدينة الفاضلة اللي بنطلع عليكم من خلال هذه المدينة على كافة الفعاليات اللي حصرناها خلال هذا الأسبوع. ومن مدينة كلباء وبالتحديد من منطقة وادي الحلو، حيث نظم معهد الشارقة للتراث جلسة ثقافية حوارية، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للجبال. بالتزامن مع اليوم العالمي للجبال، نظم معهد الشارقة للتراث فرع كلباء جلسة حوارية عنوانها إطلالة على آفاق الجبال الرواسي بمنطقة وادي الحلو، وذلك بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، ووالي المنطقة وعدد من مديرية الدوائر الحكومية وموظفيها. احتفى معهد الشارقة للتراث فرع كلباء بالاحتفالية التي هي بعنوان طبعا الجبال، وهذه الاحتفالية طبعا احتفالية دولية، ولا ننسى طبعا الدور لهذه الجبال وما قامت به وما قدمته هذه الجبال للإنسان على مدى العصور والأزمان. استهلت الفعالية بمعرض الصور التي عكست الحياة الخاصة بالمنطقة ومدى ارتباط أهاليها بالموارد الطبيعية. للجبال أهمية كبيرة في حياة أهالي منطقة وادي الحلو، وقد أدت أدواراً لا يمكن الاستهانة بها، ومثلت منبعاً أساسياً لمعيشتهم ومأواهم ومواردهم الطبيعية. بين أحضان الجبال كنوز استفاد منها الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالرغم من وعورة الجبال في المنطقة غير أنها مثلت تناغماً بين الإنسان. وفي الختام كرمت الجهات المشاركة والمحاضرون الذين أثروا هذه الجلسة بالأوراق التي قدموها. مجلس الشارقة الرياضي وأيضاً بالتعاون مع نادي خورفكان الرياضي الثقافي تم تنظيم فعالية وأيضاً تحدي خورفكان الجبلي، وذلك في مسار الرابي بأجواء تنافسية. تزامناً مع اليوم العالمي للجبال، أطلق مجلس الشارقة الرياضي تحدي خورفكان الجبلي في دورته الثالثة، وذلك في مسار برج الرابي الأثري بمنافسة مثيرة بين المتسابقين، وقد شارك فيه أكثر من 150 لاعبا ولاعبة من مختلف الجنسيات. تحدي خورفكان الجبلي اللي يقام للموسم الثالث على التوالي يعتبر إضافة كبيرة لمدينة خورفكان، تعريف بالأماكن السياحية الموجودة. تم تنظيم العديد من الفعاليات من ضمنها تحدي خورفكان الجبلي اللي يقيم اليوم، وشهد إقبال كبير. طبعا أكيد في سواح كثير وزوار شاركوا في هذه الفعالية، والحمد لله إن شاء الله بإذن الله من تطور إلى آخر دائما نشهد تزايد عدد كبير في المشاركة، وهذا التعريف في مدينة خورفكان وأماكن سياحية وتعريف المسار الجبلي اللي موجود في المدينة. امتد التحدي على مسافة 2650 مترا، وهو مسار مناسب للرياضيين والسياحة، ويبلغ طول المسار ذهابا وإيابا 5 كيلومترات
و300 متر، وهو الأفضل في هذه المنطقة والأنسب للرياضيين. يأتي التحدي باعتباره جزءاً من الفعاليات التي تهتم بدعم السياحة الرياضية ومواصلة لأهداف المجلس الرامية إلى حث مختلف فئات المجتمع على التحدي والاستمرار في ممارسة الرياضة. تأتي هذه النسخة امتداداً للنسخة السابقة، لكن تم اختيار هذا العام ليتزامن مع اليوم العالمي للجبال، ويجمع تحدي خرفكان الجبلي بين الرياضة والترفيه. من مدينة خرفكان وبالتحديد من دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية اللي نظمت جلسة ثقافية لمناقشة كتاب تاريخ مدينة خرفكان، وذلك في المجلس الأدبي للمدينة. نظمت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية جلسة مناقشة كتاب تاريخ مدينة خرفكان للدكتور عبدالله المغني، وذلك في مقر المجلس الأدبي بخرفكان، والتي أدارتها الإعلامية مريم علاي. الهدف من هذا الإصدار حقيقة هو توثيق تاريخ هذه المدينة العريقة التي يمتد تاريخها إلى يعني مئات السنوات، فحفظ الموروث التاريخي لهذه المنطقة أشخاص المهن التي كانت سائدة، هذا كان الهدف الأول. والهدف الثاني وهو هدف أيضا سامي، نقل هذه القيم إلى الجيل الآتي الجيل اللاحق، لكي يدرك معاناة الآباء والأجداد اللي عاشوا في هذه المدينة، سواء تضحياتهم في مجال المقاومة عن يعني ضد الغزاة اللي يعني اعتدوا على هذه المدينة، أو في مجال يعني سبل العيش والكفاح من أجل لقمة العيش. حضر الجلسة محمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، ومحمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص، وعبد الله خلفان النقبي والي منطقة النحوة، وعدد من موظفي ومسؤولي الدوائر الحكومية في المنطقة. اليوم كانت الجلسة عن مناقشة كتاب الدكتور عبد الله المغني اللي هو تاريخ مدينة خرفكان. هذا الكتاب أنا أعتبره موسوعة تاريخية جغرافية علمية تعليمية، في الحقيقة كان يتكلم عن مدينة خرفكان بكل جوانبها التاريخية، التاريخ العميق لمدينة خرفكان، والجوانب السياسية والجوانب التاريخية والجوانب الاجتماعية اللي أثرى فيها وحياة الناس، وتكلم بإسهاب وبطريقة جميلة وفيها نوع من الحنين حول المهجر اللي كانوا يسافرون له أهل خرفكان وهو دولة الكويت. تهدف الجلسة إلى تثقيف الحضور وتعريفهم بتاريخ مدينة خرفكان والحياة الاجتماعية الاقتصادية التي كان يتعايش معها أهالي المدينة. دائما مشاهدينا الكرام، من خلال برنامج أجندة الشرقية نتجه إلى جهة من الجهات الحكومية نتعرف على أجندة فعالياتها لهذا العام، ووجهتنا لهذا الأسبوع بتكون في مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في دبا الحصن. مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم، بيئة تربوية تعليمية محفزة في المجتمع المدرسي وداعمة أيضا للطلبة المتفوقين والمميزين والموهوبين، ومساهما أيضا في أنشطة المجتمع المحلي. دائما حقيقة مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات يضع في عين اهتمامه المجتمع المدرسي من طلبة وأولياء أمور، وأيضا الأسرة
في من ضمن أجندتها وأنشطتها في جميع المجالات. وهناك أيضا حقيقة عدة أنشطة يقوم بها مجلس أولياء الأمور الطلبة والطالبات، منها طبعا الآن في القريب العاجل الآن أو إن شاء الله بأجندتنا في السنة القادمة هو بحفظي لقرآني أرتقي لوجداني. هذه من أنشطة المجلس دائما السنوية، والتي تحظى حقيقة بدعم ورعاية من المؤسسات، وأيضا وحضور من الشيخة جميلة بنت محمد القاسم المدير عام مدينة شارقة للخدمات الإنسانية. وهذه المسابقة تختص لفئة المعاقين، وهناك أيضا حقيقة يعني أنشطة أخرى من ضمنها المحاضرات. هناك من خلال يعني اليوم هذا ونحن نجري هذه المقابلة عندنا أيضا محاضرة بصناعة وإدارة السعادة الإيجابية في بيئة العمل، طبعا هذه من ضمن أنشطتنا. وهناك أيضا يعني فعاليات أخرى عندنا إن شاء الله فعاليات قادمة، منها عندنا في أسبوع الابتكار وأسبوع القراءة هناك أنشطة جميلة جدا للطلبة والطالبات. وهناك أيضا لقاءات تربوية أيضا مع أولياء أمور الطلبة والطالبات. من أهدافنا حقيقة تعزيز الوعي لدى الطلبة والطالبات بأهمية التعليم، وكذلك أيضا تحفيز أولياء الأمور للمشاركة وإبداء الرأي في أيضا في العملية التربوية والتعليمية، ونحن دائما حقيقة نشاركهم في هذه العملية على أساس يكون يعني كلنا عملنا متكامل مع بعض مع المجتمع المدرسي. وهناك أيضا يعني دائما نحن ننشر الثقافة العامة وثقافة التراث والثقافة الدينية من خلال برامجنا وأنشطتنا التي نستهدف بها جميع الفئات في المجتمع، سواء أولياء الأمور أو الطلبة أو المعلمين وكذلك أفراد المجتمع المحلي. وكذلك أيضا دائما نحن من خلال هالأيام أيضا نحن نشارك في مهرجان ضواحي قرى 10، ومشاركين في يعني معرض للصناعات الحرف القديمة للتعزيز وغرس التراث للأجيال، وكذلك تعريف الطلاب والطالبات أيضا بالصناعات التقليدية القديمة. فعاليات وتقارير وأخبار متنوعة ننقلها لكم عبر برنامج أجندة الشرقية أسبوعيا، وللمزيد من هذه التفاصيل تابعونا في برنامج أجندة الشرقية. دمتم بخير.